السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة اليوم في البداية نود أولا نشكر جميع الناس التي اتصلوا بي وتنعتذر لعدم يعني الإجابة بسرعة بحكم كنت شوية مشغول، وثانيا تنعاون نبغي نبارك لجميع الناس اللي فازوا بالقرعة، راه صيفطوا لها شي ناس بأنهم فازوا في القرعة هذه السنة. وبالنسبة للناس اللي ما حالفهمش الحظ في هذه السنة فنحاول كيف ما تنقول جميع الفيديوهات تاعي ان الانسان يتوكل، الا ما جابش الله هذا العام الجاي ما يبدا ما يتقلقش من اول مره، لان هذه هي فرصه وهي غير حظ، راه كي تيقولوا اللوتري يعني بحال قمار. فنتمنى حظ سعيد للجميع، ونتمنى ان اللي فاز بها هذه السنه حظ سعيد في لونتروتيان ديالو. فغادي اليوم غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله. غادي نبدا بواحد الاخ سميتو سعيد بوخراز، كان سولني على الفيزا فيونسي اللي غادي نقول ليه هو انني راه بعثت ليه باللينك لونيان المعلومات على قبل الفيزا، داكشي اللي غادي خصو يعرف. كان واحد الاخ سميتو سيمو تروبر كان سولني على مصاريف الدراسه شحال تطلبوا في الكونت بونكير. انا قلبت لك وسولت لك، تيقول لك الجامعه تيقول لك الكونت بونكير خصو يكون فيه على الاقل تكاليف السنه الاولى. يعني مثلا انت جيتي لواحد الجامعه هنا في امريكا تطلب لك 10000 دولار العام باش تقرا في العام، الكونتا كيكون فيه على الاقل 10000 دولار، يعني داكشي تيكوفري ديك السنه الاولى ما يكونش اقل. كاين واحد الاخ سميتو زكريا التوس كان سولني على فارماسي بانه عنده تجربه في الفارماسيان في المغرب وعنده شي 14 سنه في التجربه. اللي بغيت نقول ليه بانه التجربه تاع المغرب نساها، لان اصلا الدواء هنا راه بالانجليزيه، يعني راه خصك فورماسيون. بالنسبه للدراري اللي تيبغي يديروا في تكنيسيان في الفارماسي هنايا راه ما تاخذ واحد المده بزاف، يمكن 4 شهور او 6 شهور ودغيا تشدها، ولكن خصك تكون متمكن من الانجليزيه باش دغيا تدوز دوك الكلاسات. كاين واحد الاخ مسمي راسو ني برينو نينو وكان سولني على اتمام الدراسه في امريكا، وقال لي بغيت نكمل قرايتي في امريكا ونخدم ونقرا باش تخدم وتكوفري القرايه ما يمكنش، ولكن الا عندك الجرين كارد تنقولها وتنعاودها، الا عندك الجرين كارد وجيتي لامريكا فراه عندك الحق في الدعم المدرسي او ما يسمى بالفاينانشال ايد، يعني الدوله غادي تمشي تعمر ديك لابليكاسيون اللي هي الفافسا وغادي يعاونوك، يعني ما تهزش الهم، تقرا وتخدم. ايه تقرا وتخدم بما انك عندك الجرين كارد راه في يدك. سولني واحد الاخ سميتو بودورسكي 11 بودورسكي 11 قال لي واش ضروري ناخذ الجنسيه، يعني يجي يشد الجرين كارد ويمشي لفرنسا ويستقر حتى دوز 5 سنين ويجي يشد الجنسيه؟ لا ما يمكنش، لان ملي تعطيك الجرين كارد معناها الاقامه في امريكا الاقامه دائمه، يعني في ديك الخمس سنين ممكن تخرج تمشي للمغرب تجي تمشي لفرنسا تجي، ولكن ما تفوتش واحد 6 شهور، لا في 6 شهور يقدروا يردوك من المطار. ف هذا يكون اكيد، لان انت تيقول لك مثلا عطيك الجرين كارد عطيتك باش تجي لهذ البلاد تسكن فيها تستافد منك لهذ البلاد، ماشي تقبط الجرين كارد وتمشي للمغرب او تمشي لفرنسا وتستقر تدوز الجنسي تقرب الجنسيه خمس سنين وتجي تشدها، ما 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 ما, ما كاينش هذا القانون. كاينه واحد البنت هي سولتني قالت لي نشد الجرين كارد ونرجع مره وبغيت تخدم، قالت لي نجي نشد الجرين كارد ونجي للامريكان ونخدم وقت ما عندي الامتحانات نمشي للمغرب ندوز الامتحانات. مستحيل، لان اولا مكلف، يعني كل مره خصك طياره، ثانيا هذاك الخدامه عنده ما غيبقاش يعطيك ديما الكونجي تاعك، خصك تعرفوا بان امريكا كاين شركات الاغلبيه الساحقه تخدم معاهم راه عندك سيمانه في العام، سيمانه في العام راه ماشي بحال المغرب شهر ولا شهرين ثلاث شهور، هادشي راه غير نساو. الاغلبيه الساحقه راه سيمانه، لانك تحسبوه هما بالسوايع وساعات العمل، واش انت فول تايم واش بار تايم واش، فردي البال من هادشي راه شويه صعيب، ان كل مره تدخلي راه تقعد تقلع عليك. سول واحد الدري سميتو 11-22 داني او دافي سولني الا فزت وما عندي حد في الامريكان. اخويا صعيب هذا السؤال، انا قلت لك سولت هذاك كنتاكي السانر اللي في ذاك المكتب تاع الهجره وقالها لي، قال لي الا ما عندوش قبل لونتروتيان الدنيا هاني باش تصيفط الاوراق، ولكن نهار تمشي لونتروتيان لكازا خصك تدي معك عنوان ضروري، هذاك العنوان خصك تقلب على اتساع. كاين واحد الاخ هو سولني على كيفيه التسجيل في جامعه امريكيه، انا غادي نوريك كيفاش تسجل في جامعه امريكيه، راه ماشي حاجه صعيبه. المهم اللي غادي نقول لك من هنا باختصار، راه خصك على الاقل صيفط واحد 6 أو 10 الجامعات، وما تركزش على الولايات اللي مشهوره بحال نيويورك جورجيا واشنطن فلوريدا. حاول تشوف ولايات اخرين اللي تكون فيهم العدد قليل تاع الناس باش حتى المعيشه تكون شويه قليله، حتى مصاريف الدراسه تكون قليله. مثلا انا مشيت نيويورك راه الجامعات شويه غاليين، لان كاع الناس بيمشوا نيويورك كاع الناس بيمشوا لفلوريدا، فشوف الولايات اللي عليهم يعني ما عندهمش اهتمام كبير، والدبلومات راه مطلوبين مضمونين، يعني
راه تخرج من الجامعه الامريكيه راه مضمونه، فما تمشيوش للمودول اللي عليها اقبال. وغندير فيديو غادي نشرح لك فيه هذاك الشيء. واحد اخ سولني شنو هو الفرق بالكوميونيتي كوليج واليونيفرسيتي. اليونيفرسيتي ديما تكون غاليه، الكوميونيتي كوليج ديما تكون رخيصه. ف غالبا الكوميونيتي كوليج تاخذ انت دعم، تمشي تقرا، يعني تقدر تقرا فابر اللي عندك الجرين كارد، ما تعطي حتى حاجه. اليونيفرسيتي مفروض عليك انك تعطي الفلوس. فنتمنى في الاخير ان هذه المعلومات تكون فاتكم، وراه ان شاء الله اي واحد راه ما نسيتوش راه غادي نحاول ندير فيديو، لكن هادو تنجاوب لهم على الاسئله. فتنظن راه ماشي ضروري اني ندير فيديو، الا كان شي موضوع مهم راه غادي ننزل عليه فيديو ان شاء الله. يلا تنتمنى حظ سعيد للجميع، ومبروك الناس اللي فازوا، وحظ موفق الناس اللي ما نجحوش هذا العام ويدفعوا العام الجاي. يبقاو تيدفعوا، كي قلت لكم انا 13 سنوات تندفع، وراه كاين الناس اللي تيدفعوا ديما 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 تتيسر الله، لان هي في الاخير وفي الاول وفي الاخر راه حظ. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.